كنطالبوا بالحقوق ديالنا، حنا قالك تخلصوا 100%، 100% الناس ما خدامينش، كاين اللي ما عندوش الامكانيه. يلا شاد كاين اللي شاد 16000 ريال ديال التعويض في الشهر، كيخلص على جوج دراري ولا ثلاثه، فينا هما باش غيخلص عليهم؟ قالك تخلصوا 100%. ترونسبور اصلا ما خدامش، ما كيخرجش، يعني ما كاين لا استهلاك تاع المازوط لا الخدام لا حتى شي حاجه. حنا بغيناو يديروا معنا اي حل، يديروا معنا حل نخلصوا لهم، ماشي ما نخلصوش لهم، نخلصوا لهم داكشي قانوني. حنا عطيناهم 50% نخلصوها لهم، ولكن هما قال لك لا 100%. كاين اللي استطاعته ما يعطيش هذيك 50%. اه اه، لان هذيك 50% اللي خدام لا غير سمع من تما، اللي خدام غير يخلص 50% على قبل حل، لا على 50% لا على اعفاء لا حتى شي حاجه. راه كلشي دابا الناس كيطالبوا، ولكن هما ما داروا معنا حتى شي حل اصلا، لا على 50% لا على اعفاء لا حتى شي حاجه. ديال العام اللي خرجنا ليهم شهر 6، دابا حنايا بغينا اي حل، ما حتى واحد ما خرج تحاور معانا. حنا وقفنا، حنا على الاقل يدخلوا واحد المسؤول على الناس كاملين، يعطيو حل ويخرج يقول لنا شنو كاين، وديك الساعات نشوفوا شنو غنديروا معاهم. ما داروا معنا حتى شي حاجه، حنا غنشوفوا واش غيكون في الاخر. انت تفكروا واش دخلوا وليداتكم المدارس العموميه؟ وفينا اما الا كانوا نيت غادي يقراو مزيان، وغادي حيت كاينين غيابات على الاساسي تيكونوا في المدارس العموميه، كاين الدري كيخرج ما كتعرفوش فين كيمشي، الا ما جاش استاذ هادشي منين شفنا حنايا. كون كانت المدرسه العموميه نيت كتعطي وكتحافظ على الوليدات وكتقري مزيان، راه كلشي غيمشي ليها، حتى واحد ما غيلتجا للمدرسه الخاصه. ولكن الناس دابا كيخافوا على وليداتهم، حيت كيف ما تشوفوا الاساتذه اللي تيقريو في الخواص راه تكونوا في المدارس العموميه. ولكن ديك الساعات دابا الدري، انا عندي دري مراهق، الا مشى واش انا غندير جلابيته نبقى تابعاه؟ ما غنبقاش نبقى تابعاه في الزنقه. كاين استاذ الا ما جاش كيخرج الدري للزنقه، ما كيعلموكش بان الدري راه ما دخلش المدرسه، فهمتي؟ ما يمكنش انا دايره جلابيتي وغنتبع الدري وعندي جوج وليدات اخرين، ما غنبقاش نتبع هذا ونتبع هذا ونتبع هذا. راه كاين اللي كيغيب مع شحال من ساعه وما كيتعلموش والديه بانه راه غيب، حتى كيجي كيقاد الدري ما داخلش 22 ساعه 24 ساعه 50 ساعه، فين كيمشي الدري؟ جمعيه الاباء يكونوا يراقبوا ويكون اصلاح، يكون اصلاح، وديك الساعه راه غيضطر ولادهم يمشيو. غندخل ولدك، حنا ما كرهنا حتى واحد ما كره انه يدخل ولده ويتعفى من المصاريف، مع العلم ان الحكام لان راه المصاريف راه كتحيدها من لحمك باش تخلص على ولادك، راه كتحرم راسك بزاف د الحوايج باش كتخلص على ولادك. وهادشي اللي كنطلبوا من الله.